أحسن الله إليكم، شكرا للمتصل. ما زلنا مع اتصالات الإخوة. الأخ محمد، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. ما علشان اختصار الوقت، سؤالي طال عمرك، الآن اللي ما يلبسون ثوب مقاسهم يعني عدد يزداد، حتى بالمدارس وحتى ما حد يتكلم بالشيء هذا. أنا ودي إن الشيخ تجي من نصيحة لعل الله ينفع به. الواجب على المسلم أن يستر عورته، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب عليه أن يستر عورته ولا يظهر شيء مما بين السرة أو الركبة. وإذا تجمل ولبس لباس الجمال فهذا أحسن وأتم. نعم.